عائشة ويوصل إلى هذا المستوى. جعفر بن أبي طالب عليه السلام لا شخصية، وإذا بها سمت وارتقت ووصلت إلى هذا المقام من السمو ومن الرفعة. لهذا تجد النبي صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل أكبر في جعفر هذه الخصال. ليش؟ لأن جعفر فعلا ارتباط برسول الله مو ارتباط واحد ويا ابن عمه، لا، ارتباط برسول الله ارتباط العارف برسول الله، ارتباط المحب والعاشق لرسول الله. وهذه من وين أخذها ومن وين اكتسبها هالمعرفة؟ اكتسبها ممن هو يعيش المعرفة برسول الله، وهو أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. مو هالشكل تقول الرواية يوم من الأيام يمر أبو طالب مع جعفر على رسول الله وكان معه أمير المؤمنين يصلي إلى جانب رسول الله، فإذا بأبي طالب يلتفت إلى جعفر يقول له يا جعفر صل جناح ابن عمك. هذا الشخص اللي دائما يحب الخير للناس، ها، اللي لما فعلا يرى إنسان بعيد عن الجادة يدعوه إلى طريق الصواب. مفترض الإنسان هكذا، إذا شاف واحد بعيد عن الجادة شلون يأخذه ويرجعه إلى الصواب. وإذا بأبي طالب عليه السلام دائما ما كان يشيد بشخصية رسول الله، ما تسمع في بعض كلماته وأبياته وهو يخاطب فيها الحمزة بن عبد المطلب صلوات الله عليهما ويقول له فصبرا أبا يعلى على دين أحمد وكن مظهرا للدين وفقت صابرا. يقول ترى هذا طريق رسول الله، طريق ذات الشوكة، هذا طريق رسول الله، طريق اللي محتاج فيه الإنسان إلى شدة تحمل وصبر. أنت من الناس اللي معروف عن كذلك فعليك أن تصبر في هذا الطريق. وفعلا وإذا بالحمزة صبر على هذا الطريق حتى وصل إلى هذا المقام وهذه المنزلة. كذلك جعفر بن أبي طالب اللي لمن كان فتح خيبر، يقول جعفر بعد أن راح إلى الحبشة ورجع، النبي صلى الله عليه وآله جاء ليتحدث عن هذين الانتصارين ويشير إلى هاتين الشخصيتين وهما شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وشخصية جعفر. صادف رجوع جعفر من الحبشة في الوقت الذي كان فيه فتح خيبر، وفتح خيبر وما أدراك انتصار الحق على الباطل، انتصار الإسلام. ولا تتصور ذيك الانتصارات كانت ليوم واحد وانتهت، لا، ترى كل ما قدمه وأسس له الأوائل احنا جينا نجني ثماره والمفترض أن نحافظ عليه. هذه الانتصارات التي تحققت من زمن رسول الله بدءا بالانتصار الكبير في بدر وإلى ما شاء الله من الانتصارات، هذه فعلا ثمارها كنا ولا زلنا نجنيها، كنا ولا زلنا فعلا نأخذ ثمارها إلى اليوم، بركاتها وآثارها إلى اليوم، بقاء الإسلام إلى اليوم وصوت الإسلام يدوي في كل مكان. وكما وعدت السماء وقالت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره. وهناك ناس ما متحملين ذكر الإسلام وبقاء الإسلام، ولهذا تشوفهم دائما يريدوا أن يبعدوا الناس عن الإسلام. صارت وإذا حالة من التحلل والتفسخ الخلقي، لا لشيء إلا لأنه حتى لا يبقى للإسلام أثر، لا يبقى للإسلام ذكر. زين، بينما لاحظ الأوائل ماذا صنعوا وماذا قدموا.
حتى لنكون مصداق أجارنا الله وإياكم فخلف من بعدهم، حتى لنكون أولئك أبعدنا الله وإياكم عن ذلك. فعلا نكون محتاجين إلى أن نحافظ على هذا الإنجاز وهذه الثمار. وإذا يوم اللي رجع جعفر صار فتح خيبر، وإذا برسول الله يشيد، بأيهما أسر؟ بفتح خيبر أم برجوع جعفر؟ ليش النبي يشيد بهذه الشخصية؟ يقول لأن انتصار جعفر والعمل الذي قام به في بلاد الغربة وما قام به من أجل الإسلام كانت ولا زالت آثاره إلى اليوم، كانت ولا زالت آثاره إلى اليوم. ما يعرف رسول الله، أولئك ما كانوا عندهم معرفة برسول الله ولا معرفة برسالته، وإذا بجعفر بن أبي طالب راح ليحدثهم عن رسول الله محمد. اللهم صل وما أشبه الليل بالبارحة. جعفر وإذا أمام النجاشي يتحدث عن الإسلام، ومرت الليالي والأيام وإجت الحوراء زينب لتتحدث عن الإسلام. شوفوا شلون هذا الطريق. بالأمس وإذا بجعفر في الوقت الذي كان هناك من يسعى إلى أن يضلل الناس ويخفي الحقائق، قريش أرسلت إلها جماعة إلى النجاشي حتى لا يتأثر النجاشي بجعفر ومن معه. زين، جاء جعفر وتحدث في مجلس النجاشي عن الإسلام عن رسول الله، هم وإذا بالحوراء زينب يوم اللي توقف أمام عدو الله عبيد الله ابن زياد يقول لها الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم ونصر الأمير يزيد عليكم. اسمح اش قالت؟ ما قالت ترى أنا بنت رسول الله، قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد. وطهرنا من الرجس تطهيرا، وإنما يفتضح الكاذب والفاجر وهو غيرنا. قال لها زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم برزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم، فانظر لمن الفلك ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. ويتكرر الموقف والمشهد ولا يزال صوتها يدوي، وأمام يزيد بن معاوية وإذا بها تناديه أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماؤك وسوقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. لكن اسمع كلامها اللي لا زال أثره إلى اليوم، فوالله لن تمحو ذكرنا وإن حاول من حاول أن يحرف الناس عن الجادة ويبعدهم عن الصراط المستقيم إلا أنه لن يستطيعوا. قالت فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن أيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. شاهد، فإذا بجعفر بن أبي طالب أشاد النبي بشخصيته ومكانته وبالانتصارات التي تحققت على يده، حتى إذا أرسله إلى مكة. وكان ذاك الموقف من جعفر ومن كان معه من الشهداء، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله كان على منبره فإذا به يتحدث، يقرأ لهم تعزية على من؟ على جعفر على منبره، وإذا برسول الله يخبرهم الآن جعفر قطعت يداه، الآن جعفر سقط من على ظهر جواده، الآن جعفر سقطت رايته. ها، وإذا هو كل ما نادى فيهم وحدثهم بما فعل بما يفعل جعفر، هو في المدينة وجعفر في وين؟ وهو يحدثهم عن مواقفه، يقول حتى ضج المجلس بالبكاء
وحينما قال سقط جعفر لوجه الأرض بكى النبي، بكى النبي بكاء شديدا سالت دموعه، قال لقد سقط جعفر، سقط لوجه الأرض. يقول في هالأثناء وإذا بعلي بن أبي طالب دخل، التفت إلى النبي، يا رسول الله أو عندك خبر عن أخي جعفر؟ التفت إليه قال له يا علي لقد قتل جعفر، إلا وأمير المؤمنين يتأوه ويصيح وانكسار ظهره فبكى. ها نزل النبي من على منبره وراح إلى وين؟ راح إلى دار جعفر، دخل على أولاده أجلسهم في حجرة، صار يمسح على رؤوسه، صار يسليهم، صار يعزيهم. أقول يا رسول الله ما تحملت يوم اللي سمعت بما جرى على جعفر، وإذا سويت إلى مجلس تعزية في مسجدك نزلت رحت إلى عائلته وعزيتهم، خليت أطفال في حجرك وصرت تمسح على رؤوسهم. أقول يا ليتك يا رسول الله تنظر إلى صبطك الحسين وقد وقف على مصرع أخي وهو ينادي الآن انكسر ظهري، الآن فل شوكتي، الآن شمت بي عدوي، لمن اللواء أعطيه ومن هو جامع شملي، وفي ظنك الزحام يقيني قعد عنده، صار يمسح الدم عن وجهه وهو ينادي أخي عباس يبشكتي بنت عباس، الآن انكسر ظهري ولي من طاحي القمار، وحسين جاي يشوفه لقى العباس لكن ما لقى تشوفه، ذب روحه ذب روحه على خيب روح منهوفه، ما يقدر يشيله ولا يقدر يعوفه. هذا مشهد، هذا مشهد اللي لما النبي التفت إلى أمير المؤمنين صح أمير المؤمنين وانكسار ظهره، ذاك صبته الحسين نادى وانكسار ظهره، شايف أخوته على وجه الأرض. بعد رسول الله راح إلى أولاد جعفر، صار يمسح على رؤوسهم، صار يسليهم. أقول له يا رسول الله ليتك تنظر إلى زينب في ليلة الحادي عشر، من غل وياها والأطفال، بعضهم سحكتهم الخيل بحوافرها وبعضهم اشتعلت النار في ثيابهم وبعضهم ماتوا عطشا. ولهذا اشقالت زينب اجت الى مصرع اخيها وهي تصيح الخيم يا حسين محروقه، وانا هود علي راسك راح للكوفه وجسمك راب ضبط الخف، انا رضيت بليلة العشرة شدايدها ولا نامت
كم مرة علي ليال من العين ما نامت، وين النوم والقعدة وهاي أطفالكم هامت، شي ماتت من الوحشة وشي ظلت تحن بالوه. قل نصف الليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدناها، أثاري فارت بدهشة تحوم ولا حد وياها، طلعت وحدي أدورها ولا أدري وين ملفاها، والله شفتها عليك ممتدة ودمح على خدها يسيل. تقل لأخويا للخيمتين والله جبتها وياي للخيمة، ولن اختاك تناديني يا زينب قومي دوري وياي، راح وين طفلي؟ طلعت وحدي ادورهم ولا توجد درب عيني، شحجي لك يا نور العين دهر الشوم وزاني، والما جرى ولا صار عالمهضوم راواني. شفت يا زينب شفتهم يا الأخو ميتي، واحد حاضن الثاني كبير على الصغير حاضن يضم عين وحوش الله. أهل الخيمة المحروقة جبتهم يا عزيز الروح، وضجت عيلتك ضجة كلها بالبكا والنوح، قطرة ماي ما عدنا وعليلك بيننا مطروح، يتامى شاحنا الخيمة حريم مسلبة وعلي. أنا أتمنى تيدوم الليل لو هالحالة القشرة، ويوم 11 يوم الشوم ريت من كشف، والله اللي شفت زينب قالت شفتهم يا الأخو ميتين، ويوم 11 يوم الشوم ريت من كشف، دن النوق مهزولة قل لي شلون هالشيلة، أدور للحريم استور لا تركيب هالعيل. ضاع البصر والتفكير مني قلت الحيلة، أطفال فقدناها دفناها بلا تغسيل، ويلي بقيت محيرة يا ابو علي واصواق بليده. انا لا عباس يبرالي يبرالي ولا احسن، انا يضربوني من ابجي وتهمل العين احمى الضايعه، وضعنا في يد النائبات. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وانظرنا بعين عنايتك، تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، من على جميع المرضى بالصحة والعافية، وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين. اللهم بحق جعفر بن أبي طالب اقض حوائجنا، يسر أمورنا يا رب العالمين. المسببون لهذا المجلس الشريف
تقبل اللهم أعمالهم وسعِ اللهم في أرزاقهم، وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.